هنبتدي جولتنا النهارده بالحديث عن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا اليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث اكد مجلس الوزراء ان وثيقه المؤتمر الذي يعقد خلال الفتره من 23 الى 25 من اكتوبر الحالي تستهدف الوصول الى خارطه طريق اقتصاديه للدوله خلال الفتره المقبله، ووضع سياسات وتدابير واضحه تسهم في زياده تنافسيه ومرونه الاقتصاد المصري. كشفت الوثيقة عن جدول أعمال المؤتمر الذي يتضمن خلال اليوم الأول جلسات لمناقشة السياسات الاقتصادية الكلية وتقديم لمحة عامة لمؤشرات الأداء الاقتصادي وبيان قدرته ومرونته في مواجهة الأزمات، بالإضافة إلى الوقوف على رؤى وأفكار كبار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع الممارسات الدولية في ضوء رؤية مصر 2030، والوقوف على الحلول العلمية لضمان الانضباط المالي ومواجهة انعكاسات الأزمات الاقتصادية والتعامل مع التحديات التي فرضتها. ويتضمن المؤتمر عدة جلسات لمناقشة كيفية تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وعرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة وأبرز نتائج الحوار المجتمعي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي. دكتور ممدوح، يعني أعتقد أن مائدة المؤتمر الاقتصادي كيف يمكن أن تنعكس الحوارات والنقاشات وما سيصدر عن هذه المائدة وهذا المؤتمر بالإيجاب على الوضع الاقتصادي بشكل عام؟ خاصة خليني أقول أن الوضع الاقتصادي الآن في العالم كله متغير ما بين لحظة وأخرى. يعني مثلا بعد قرار أوبك بلس بخفض عدد إنتاج بما يعادل نص مليون برميل يوميا من البترول، ارتفعت أسعار البترول بشكل كبير. الولايات المتحدة تبيع البترول الآن إلى أوروبا بأربع أضعاف الثمن، ودي عاملة، وامبارح شفنا في انقسام داخل دول الاتحاد الأوروبي. يعني اللي عايز أقوله أنه من خلال هذا المؤتمر الاقتصادي مع المتغيرات العالمية، كيف يمكن أن نأخذ قرارات بما يمكننا من أن نحمي اقتصادنا من هذه المتغيرات؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. هو لو بنضع عنوان لهذا الخبر الحقيقة هيكون لقاء العيون الخبيرة، لأنه لأول وهلة حينما طرحت الدعوة لهذا المؤتمر صارت التساؤلات حول العلاقة ما بين المؤتمر وما بين الحوار المجتمعي والحوار الوطني. الحقيقة أنه هناك فارق ما بين المؤتمر والذي سوف ينعقد إن شاء الله في 23-25 أكتوبر الجاري وما بين جلسات الحوار الوطني، لأنه هذا المؤتمر هو لقاء بين خبراء، لأنه نتعرض إلى أزمة اقتصادية طاحنة كما أشرت حضرتك، العالم كله يئن منها، وبالتالي يكون من المهم التعامل مع هذه الأزمة الحالية، نتعامل مع أطر آنية لعلاج المشكلة. بينما الحوار الوطني هو حديث عن توافقات وأولويات قادمة، وبالتالي هو ملف سياسي يحمل أبعادا استراتيجية. وبالتالي اللقاء المؤتمر هو لقاء فني تخصصي بين خبراء لعلاج هذه المشكلة الكبيرة. هذا على المستوى الفارق ما بين، وطبعا هو في تكامل ما بين الأبعاد الآنية والأبعاد الاستراتيجية المستقبلية. النقطة الثانية متعلقة بجدول أعمال المؤتمر كما جاء في الخبر، هو بيتعلق بقضايا تهم المواطن وتستهدفه. حينما نتحدث عن اليوم الأول الذي يتناول الأزمة الاقتصادية والمالية ويتناول كيفية التعامل معها، هي قضايا هامة وضرورية. نحن نتحدث عن معدل تضخم ارتفع في كل بلدان العالم، نتحدث عن الأرقام الأخيرة متعلقة بالتضخم في مصر في نفس الوقت من العام الماضي كانت 6%، اليوم بنتحدث عن 15.4%، نتحدث عن زيادة كبيرة جدا في الأسعار، وبالتالي مختلف الأبعاد الاقتصادية تعاني. فبالتالي يكون لقاء الخبراء مع صناع القرار، مع يعني دراسة احترافية للموقف، يكون من المتوقع أن ينتج بدائل
وينتج توصيات قابلة للتشغيل بما يضمن التعامل مع هذه الأزمة. ثم يأتي اليوم الثاني ليطلق بقى بعد جلسات حوار مجتمعية تعدت يعني أو اقترب يعني هي 40 جلسة متعلقة بوثيقة سياسة ملكية الدولة والتوافق حولها، حينما أدار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء هذه الجلسات الحوار المجتمعية، وبالتالي وصلنا إلى وثيقة تعرض في هذا المحفل التخصصي المحترف. وبالتالي زي ما كنا دايما بنعبر عن هذه الوثيقة بأنها إزالة للمنطقة الرمادية وتحديد كيف يمكن أن تتخرج الدولة من قطاعات كانت يعني تشترك فيها وتترك المجال القطاع الخاص والجامعات الأهلية، حينما نتحدث عن الدولة الجديدة في القرن 21 والتي يعني تظل وسوف تستمر طبعا في أداء وظائف سيادية، ولكنها تتنازل وتتنحى وتتراجع عن الوظائف الخدمية والإنتاجية لتتركها للقطاعات الأخرى الشريكة، ثم تبتكر وظائف جديدة حتى لا يفترس المواطن بفكرة الربح وغير ذلك. وبالتالي هذا اليوم مهم جدا، أيضا حديث عن دعم القطاع الخاص بشراكات دولية بقروض ميسرة دولية إلى آخره. ثم يأتي هذا على مستوى الاقتصاد الكلي اليوم الأول والثاني، يأتي اليوم الثالث ليتناول بقى القطاعات الطاقة، البترول، الكهرباء، الزراعة، الصناعة. اقتصاد الجزئي ده أيضا يتكامل مع الاقتصاد الجزئي. ظني أنه إذا ما أديرت هذه الجلسات نكون أمام فرصة مناسبة للوصول إلى ملخص سياسات يحلل الموقف تحليلا دقيقا، يقدم بدائل، يقارن بينها ليصل إلى مقترحات يعني تترجم تاليا في قرارات تفيد المواطن وهو قلب الإصلاح ومتغير. دكتور ممدوح، يعني خلينا نتكلم أنه الاقتصاد لا يبعد كثيرا عن السياسة، بالعكس دول خطين متوازيين مع بعض. مع الأحداث العالمية هل ممكن في الفترة الحالية ودول كثيرة ابتدت تعمل كده بدأت تحول اقتصادها إلى اقتصاد أزمة؟ يعني احنا دلوقتي في أزمة، خليني لو المصطلح ده ينفع انه يتقال، يعني هل احنا ممكن نعمل ده في الفترة الحالية؟ هو طبعا اعتقد انه هذا مطروح بما انه اليوم الاول كما اشرنا في هذا المؤتمر يدور حول الأزمة وتحليلها والبدائل المتوقع ان تتعامل مع هذه الأزمة. نترك المجال الى تحديد البدائل، ربما يعني أعتقد أنه من الأمور المهمة التي يجب أن تنتج عن هذا المؤتمر قضيتين في غاية الأهمية. القضية الأولى مسألة توطين الصناعة وتوطين الاقتصاد، والمسألة الثانية متعلقة بالتوجه من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي. الاثنين طبعا مرتبطين بعض. توطين هو تعميق المكون المحلي، هو بناء وتنمية قدرات وتدريب للموارد البشرية، هو تقليل الواردات ودعم الصادرات وتقوية للعملة المحلية نتيجة لذلك، هو حرص على المواطن ومحاولة لفض الاشتباك مع هذه التفاعلات الضخمة التي تحدث، محاولة لتوفير فرص عمل، محاولة إلى تقليل معدلات البطالة، محاولات لنقل التقنيات إلى آخره، منظومة متكاملة يعني يستهدفها التوطين، فمفردة مهمة جدا سوف تطرح بقوة. الجزء الآخر هو التحويل الاقتصاد من البعد الريعي أو عدم الاعتماد على البعد الريعي إلى الإنتاج. الفارق بينهم طبعا واضح، الاقتصاد الريعي هو يقوم على مورد غالبا حتى مورد طبيعي يبتعد عن التدخل الابتكاري والإبداعي، بينما الاقتصاد الإنتاجي هو يقوم على صناعات حقيقية تنهض بالاقتصاد، مكون الابتكار أساسي فيها. فظني أنه هذه هي كلمة السر في إنقاذ أي اقتصاد، تحويله من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد انتاجي.